اهلا بكم. ده توتوريال خاص بال analysis of trusses. هنشوف مع بعض example خاص ب assemble k truss. اولا هو ده شكل التراس اللي عندنا. تراس بسيط خالص, اسمه simple لان هو سبورت على hinged support و rudder support, واسمه k truss لان هو شكل الdiagonals. لو انت بصيت عليه بنظره يعني اخرى غير نظره الstructure analysis يعني هتشوف ان ده شكل حرف ال k. طيب هل ده شيء مميز؟ مميز, وهنشوف ليه. لان هذا النوع من التراسز له طريقه معينه في الحل او له سيكونس معين في الحل. لو انت مش عارفها هيبقى الموضوع صعب شويه. تراس بسيط خالص, تراس دي المسافات او دي الجيومتري واضحه عندنا. الممبرز الافقيه كلها طولها 4 متر, الراسيه متقسمه 2 متر و2 متر, والممبر اللي في النص ده 4 متر كاملين, وده دياجونال ممبر. هو يعني هو ده المثلث اللي عندنا ده 2 متر وده 4 متر. عندنا مجموعة من الجوينتس, جوينت A B C D E لحد جوينت H. الجوينتس دي في من تو منهم سبورتس, جوينت A هنج سبورت, جوينت B رودر سبورت. وعندنا عن جوينتس D و E و F مجموعة من الكونسنتريتد لودز, واحنا عارفين ده تراس فأكيد اللودز لازم تكون عند الجوينتس. اللودز دي زي ما احنا شايفين 3 و 6 و 3 طن فيرتيكال لتحت. ايه المطلوب؟ مطلوب برضو بما ان ده مثال تعليمي ان احنا نعمل كل شيء. يعني ايه كل شيء؟ هو كلمة كل شيء دي حسيت انها حاجات كتير, بس هي مش حاجات كتير ولا حاجة. مطلوب مننا بس احنا نعرف الرياكشنز بكام كقيم واتجاهات, ونعرف الفورس في كل ممبر ايكوالز كام بالظبط, ونوعها اذا كانت تنشن او اذا كانت كومبريشن. طيب نعمل ده ازاي؟ ده زي السيمبل بيم بالظبط, ان هو سيمبل ان هو سبورتد على هنجد رولر سبورت. ممكن نبدا في البداية نقول سمشن اف اكس ايكوال زيرو. سمشن اف اكس بيساوي زيرو, ما عنديش اي لود في اتجاه اكس, يبقى الرياكشن في اتجاه اكس هو كمان بزيرو. نستخدم مجموع العزوم عند نقطة من النقطتين اللي عندها السبورتس سواء نقطة A أو نقطة B. عند نقطة A summation moment equal 0, هنلاقي مفيش حاجة بتعمل مومنت إلا الستة دي, 6 في 4 زائد 3 في 4 زائد 4 اللي هي 8 ناقص ال YB في 8 equal 0. يطلع هنا عندنا ال YP بتساوي 6 طن, بما إنها طلعت بوستيف فبوستيف ده معناه إن هي مع الشيء اللي أنا فرضته في البداية, وإحنا فرضنا في البداية ال YB وال YA لفوق. نكرر نفس التاسك كده بس الناحية التانية. سميشن مومنت عند نقطة B equal 0, هنلاقي 6 في 4 زائد 3 في 8 ناقص ال YA في 8, نفس الحسبة بالظبط والموضوع مش صدفة لأن هو سيمتري. هيطلع عندنا ال YA بتساوي هي كمان 6 طن واتجاهها لفوق. لو أنت مش واثق في الحسبتين البسيطتين دول ممكن تعمل تشيك سميشن FY equal 0. نعرف نقول إن YA زائد YP ناقص 3 و6 و3 equal 0, y a y b 6 زائد 6 وهكذا, يطلع في النهايه بيساوي 0 فعلا. يبقى احنا كده عملنا شغل مظبوط. اللي احنا وصلنا له ان هي ده او هو ده شكل التراس بتاعنا. كان عندنا الرياكشنز مش معروفه, اصبحت معروفه. من هذه النقطه بقى ممكن ننطلق كده ونبدا نفكر ازاي نحسب الفورس في كل ممبر ونحدد كمان نوعها. نعمل ده ازاي؟ احنا مثلا ممكن نبدا بطريقه الجوينتس. طريقه الجوينتس دي احنا ممكن نبقى فاهمين او عارفين ان عشان نبدا عن طريقه الجوينتس لازم نبقى عارفين ان هذه الجوينتس دي مش هتديني الا او الايكوليبريم بتاع الجوينت دي مش هيديني الا تو ايكويشنز. ايه هما التو ايكويشنز؟ سميشن اوف فورسز في اتجاه اكس ايكوال 0, سميشن اوف فورسز في اتجاه واي ايكوال 0. طيب تو ايكويشنز, يبقى انا عندي يعني ليميتيشن على عدد الانونز اللي انا ممكن يعني افتح صدري كده اقول يلا نحسب او يلا نحل. بما ان عندي تو ايكويشنز يبقى انا ما اقدرش اوجد اي شيء الا لو انا عندي كام انون, تو اونلي. مين في هذه الجوينتس عنده هذه الخاصية أو مين في هذه الجوينتس ممكن نبدأ بيه؟ والله كل الجوينتس اللي على الطرف دي سواء D أو F أو B أو A كلها عندها two unknowns only. إيه الأنونز أصلا عندنا في التراسز؟ الأنونز اللي عندنا هي الفورسز في الممبرز. فأي ممبر أنا معرفش الفورس فيه فهو يعتبر unknown. طب لو جيت عند جوينت A فين الأنونز اللي عندي؟ الفورس اللي في ممبر AH والفورس اللي في ممبر AC. طب أعمل ده إزاي؟ تعالى نشوف equilibrium of joint A. عن جوينت A, هات جوينت A كده طلعها بره, حط كل اللودز على جوينت A وكل الرياكشنز على جوينت A وطلعها كده كأنك عملت دايرة حوالين جوينت A وطلعتها بره كبرتها شوية. طيب فين عن جوينت A عندنا 6 طن لفوق وعندنا 2 ممبرز FAC و FAH. طيب نستخدم ال 2 equations اللي عندنا اللي هو summation FY equal 0. هنقول ان FC FAC اللي هي positive لأن هي اتجاهها لفوق زائد ال 6 طن برضه هي كمان اتجاهها لفوق equal 0. من هنا هنوصل ان FAC بيساوي نيجاتيف 6 طن. نيجاتيف 6 طن يعني كومبريشن لان هي بالنيجاتيف. احنا افترضنا في البدايه ان هي بوزيتيف, افترضنا في البدايه ان هي تنشن. لو كانت طلعت بوزيتيف يبقى فرضنا صحيح فهي تنشن, لو طلعت عكس
الفرد بتاعنا طلعت بنيجاتيف يبقى هي عكس الفرد، يعني هي ايه؟ كومبريشن. طيب استخدم سمشن اف اكس ايكوال زيرو، الموضوع بسيط خالص، مفيش اي فورسز في اكس، يبقى الممبر اف اي اتش ده مفيهوش اي انترنال فورسز. اول ما نطلع اي انترنال فورسز روح على طول حطها على الشكل بتاعك. احنا خلاص عرفنا الحل بتاعنا من هنا، حط هنا ال 6 طن كومبريشن. كومبريشن يعني بتضغط على الجوينتس زي ما احنا رسمناها كده، والممبر ده زيرو ممبر، معلهوش اي ايه، معلهوش اي او ما فيهوش اي انترنال فورس. ممكن نكمل الحل بتاعنا ونروح نعمل اكريبيم عن جوين دي. جوين دي برضو يعني مش صعبه، او زي الجوينت الثانيه هنقول سمشن المومنت، سمشن الفورسز في اتجاه اكس وسمشن الفورسز في اتجاه واي. طيب نبدا بسمشن اف اوف واي، يبقى يعني عندنا النيجاتيف 3 ماينس الاف دي سي ايكوال 0. من هنا نعرف نقول ان اف دي المفروض دي سي مش اتش دي، نعرف نقول ان اف دي سي بيساوي نيجاتيف 3 طن. ليه كل حاجه انا كاتبها بالنيجاتيف؟ ان اتجاهها لتحت، احنا عاملين ساين كونفنشن كده ان اللي لتحت هو نيجاتيف. طيب بما ان احنا عرفنا ان اف سي دي بتساوي نيجاتيف 3 طن، يبقى هي كومبريشن فورس. نفس اللي عملناه عند ممبر اي اتش هو عند ممبر دي اي، هيطلع ممبر دي اي لو عملنا سمشن فورس في اتجاه اكس ايكوال 0 هيبقى الاف دي اي بيساوي 0. من هنا نعرف ان التراس بتاعنا اصبح هذا الشكل، نيجاتيف 3 طن ونيجاتيف 6 طن، او كومبريشن وكومبريشن، وهنا 0 وهنا 0. هنيجي بقى عند الجزء اللي هو ايه المميز في الكتراس، هو يعني انت ممكن تفهمه لوحدك وممكن تحتاج يعني اسيست بسيط فيه كده عشان تبقى ايه، يبقى ما تخافش من النوع ده من التراسز. يعني هنيجي عن جوينت سي. جوينت سي دي هي الجوينت اللي احنا لو حليناها مفيش هيبقى عندنا اي مشكله تانية تقابلنا في النوع ده من التراسز. جوينت سي هتيجي تقطع عندها كده اهو، تاخدها كده بره. ركز كده بس الاول في الرسمه، هنلاقي هنا عن جوينت سي طالع منها كام ممبر؟ طالع منها 2 ممبر، ممبر سي اي وممبر سي اتش. طيب ممبر سي اي طالع في هذا الاتجاه، ممبر سي اتش طالع في هذا الاتجاه، 2 ممبرز 2 انونز، يبقى انا اقدر احل الجوينت دي. الفكره كلها احنا برضو في البدايه هنبدا نفترض ان ده في الاتجاه اللي طالع التنشن، يعني ده تنشن، واحنا عرفنا نقدر نعرف الثيتا دي بكام ازاي. والله مش المسافه دي كنا متفقين او كنا عارفين ان هي 4 متر، والمسافه الاصليه دي 2 متر، فيبقى هو ده شكل المثلث بتاعنا، ادي 4 وادي 2. يقدر ارسم الضلع المايل ده والهايبوتنس ده اللي هو سكوير روت 4 سكويرد زائد 2 سكويرد، هيطلع 2 روت 5 او 4.472. من هنا نعرف نحسب الكوساين للثيتا بيساوي 0.894، والساين الثيتا بيساوي 0.447. تقدر تعمل سميشن اف اكس بيساوي 0 وتعمل سميشن اف واي بيساوي 0. طب تعالى نفكر مع بعض كده، نعمل سميشن اف اكس بيساوي 0 هيطلع ايه بقى؟ هيطلع اف سي اتش كوساين ثيتا زائد اف سي اي كوساين ثيتا ايكوال 0. طب هل دي ايكويشن اقدر اوصل منها لحل نهائي؟ لا. ليه؟ لان انا عندي 2 انونز في 1 ايكويشن. الجوينت سي دي اصلا ينفع احلها لان هي عندها 2 انونز، جوينت سي كلها على بعضها عندها 2 انونز. طيب وانا عندي كام ايكويشن؟ 2 ايكويشن، يبقى انا ينفع احل جوينت سي. طب لما جيت اجرب اعمل سمشن اف اوف اكس طلع عندي في الاف اوف اكس 2 انونز، يبقى انا كده ما وصلتش لحاجه نهائيه. بس وصلت، وصلت لايه؟ وصلت لعلاقه بين الاف سي اتش والاف سي اي. العلاقه دي بتقول ايه بقى؟ بتقول ان انت لو شلت الكوساين ثيتا مع الكوساين ثيتا، او قسمت على كوساين ثيتا يعني بمعنى اصح، هتعرف ان اف سي اتش زائد اف سي اي بيساوي 0. يعني اف سي اتش ايكوالز نيجاتيف اف سي اي، وهو ده اقصى شيء ممكن توصل له من الايكويشن دي، وتسمي دي ايكويشن رقم 1. احنا استفدنا، ما وصلناش اللي احنا عايزينه تماما، بس يعني مشينا في الاتجاه اللي يوصلنا بعدين، لان الايكويشن دي هقدر استخدمها بعد كده، لان هي علاقه بين التو انونز اللي انا بدور عليه. نروح بقى للايكويشن الثانيه اللي هي سميشن اف اوف واي ايكوال 0. بالراحه بقى لان احنا عندنا اكتر من حاجه، عندنا اربع حاجات، فنركز فيهم شويه. اف سي اتش لما نعمله ريزولوشن يبقى لتحت وفي ساين ثيتا، اف سي اي لما نعمله ريزولوشن يبقى لفوق وهو كمان في ساين ثيتا، ماينس 3 لتحت بلس 6 لفوق، كل فورس في اتجاهها اللي طالع سواء في الواي بوزيتيف واللي نازل نيجاتيف، بغض النظر ده كان تنشن او كومبريشن. احنا خلاص تخطينا هذه المرحله لما حطينا الفورسز او الانترنال فورسز على الجوينتس بعد ما حليناها مع بعض. تعوض في الايكويشن دي تقدر تعوض، بس تاخد بالك بس تركز، انت هتحط ايكويشن جوه ايكويشن، هي دي تو ايكويشنز تو انونز، تقدر تحلها باي طريقه، اي طريقه رياضيه. تو ايكويشنز تو انونز تحلهم مثلا بالماتريسيز، تحلهم بالكالكوليتر، تحلهم انت تحط الانون ده جوه الايكويشن اللي بعدها، ايا كان في النهايه توصل لحل. طب انا هنا عملت ايه؟ حليت بطريقه بدائيه شويه، وهي ان انا قلت خلاص هاخد بقى الاف سي اتش بيساوي اف نيجاتيف اف سي اي،
هشيل بقى كل اف سي اتش واحط مكانها نيجاتيف اف سي اي عشان تبقى ايكويشن واحده في انون واحد اللي هو ايه اف سي اي. فبقى بوزيتيف اف سي اي ساين ثيتا اللي هو نيجاتيف نيجاتيف يعني زائد اف سي اي ساين ثيتا ماينس 3 بلس 6 ايكوال 0. من هنا تقدر تحل ان انت عندك ايكويشن فيه انون واحد يطلع الاف سي اي بيساوي كام؟ نيجاتيف 3.354 طن. بما انها نيجاتيف فهي عكس الفرض اللي احنا افترضناه. احنا دايما بنفترض تنشن عشان يبقى عندنا زي طريقه ما يبقاش مش كل مره بنسال نفسنا احنا عملنا ايه. يبقى نيجاتيف 3.354 طن يبقى ده كومبريشن. طب يبقى الاف سي اتش بيساوي كام؟ اروح اجيبها منين؟ من اي ايكويشن من دول. بس اسهل حاجه الايكويشن دي اللي هي ايكويشن واحد لان انا عارف ان ده بيساوي نيجاتيف ده. فلو ده نيجاتيف 3.35 يبقى ده نيجاتيف 1 مضروب في الرقم ده يعني بيساوي بوزيتيف 3.35. بما انها بوزيتيف فهي تنشن لان بوزيتيف هو بيقول لي ان الفرض اللي انا افترضته ده اوكي سليم. هو ده الموضوع بتاع الكيتروس ان الجوينت دايما اللي عند حرف الكي الجوينت دي مش هينفع تتحل 1 ايكويشن فور انون زائد 1 ايكويشن فور انون. لازم عندك 2 ايكويشنز تو انون ودايما هتستخدم summation اف اكس بيساوي 0 عشان تجيب علاقه ما بين التو ممبرز دول. مش دايما الاثنين دول هيطلعوا بهذا الشكل. ليه؟ لان ممكن لو سؤال اخر ممكن المسافات تبقى مختلفه فيبقى الزوايا مختلفه فيطلع اف سي اتش بيساوي رقم مضروب في اف سي اي مش لازم يبقى نيجاتيف 1 يعني وهكذا يعني. وممكن يبقى عندك فورس عن جوين سي مش تفرق معاك حاجه خالص هيبقى برضو عندك ايكويشن رابطه من الاف سي اتش والاف سي اي. ده ابسط وضع ممكن ان هو يبقى الموضوع بهذه البساطه يعني ما عندناش فورسز او اكسترنال لودز على جوينت سي في اتجاه اكس وما عندناش اختلاف في الجيومتري يعني الزاويه هي هي فالموضوع هيطلع بهذه البساطه. لكن لو الموضوع اختلف عندنا لود عن جوينت سي او لو كان الجيومتري مختلفه فدي اصبحت ثيتا رقم واحد ودي ثيتا رقم اتنين الموضوع ما بقاش كستراكشر وايز رخم هو احنا مش هنتعلم شيء جديد ما عندناش معرفه جديده ننقلها لك. لكن كل اللي انت هتبقى محتاج تعمله انت تركز اكتر وتيك كير اكتر للماثيماتكس يعني لما تيجي تجمع تيجي تطرح النيجاتيف البوزيتيف وهكذا. طيب احنا هنا وخلاص وصلنا للفورسز اللي في ممبر سي يو سي اتش نروح نحطها على التراس بتاعنا عشان تحس بالانجاز وعشان تستخدم بعد كده الحاجات دي مره واحده في الايه في الجوينتس اللي بعد كده او في السكشنز بعد كده. خلاص الموضوع شبه انتهى. انت هنا عندك هذه الممبرز كلها ناحيه الشمال حلتها. طيب التراس ده بالصدفه وللصدفه فقط سيمتري. يعني ايه سيمتري؟ يعني اللودز سيمتري ويعني الجيومتري سيمتري. طيب هل ده هيحصل كل مره؟ الحقيقه لا، بس احنا هنا في المسائل بتاعتنا حصل معانا فنبدا نستخدم السيمتري دي. لكن لو ما حصلش تعالى نتخيل ان مفيش سيمتري هروح ناحيه اليمين اعمل ايه؟ هحل تاني، هحل من الاول، هشوف كل جوينت من دي واحلها واطلع ارقام مختلفه عن الارقام دي. ولكن للصدفه البحته في سيمتري. يعني ايه سيمتري؟ يعني لو حطيت خط هنا في النص وبصيت ناحيه اليمين هتشوف زي ناحيه الشمال بالظبط، نفس المسافات، نفس الممبرز، نفس الرياكشنز، بغض النظر ان التو سبورتس مختلفين بس في النهايه ده اداني رياكشن وده اداني رياكشن هو مفيش هنا رياكشن في اكس فخلاص مفيش فارق معايا بقى ده كان رودل ولا هنج. انا فارق معايا هنا عندي الرياكشن ده قيمته واتجاهه هي زي اللي هناك. ونفس طبعا الايه الاكسترنال لودز. خلاص يبقى ده السيمتري. بما انه السيمتري يعني لو جيت حليت نفس الحل الناحيه الثانيه هيديني نفس الانترنال فورسز ده فروم سيمتري. انت هنا كده ممكن تحس ان انت خلاص خلصت بس الحقيقه ناقص حاجه بسيطه خالص وهي ان انت الممبر اللي في النص ده انت ما جبتش الانترنال فورس اللي فيه. تعرف تجيبها ازاي؟ ابسط شيء واسرع شيء في الدنيا ان انت تبدا تقول انا هعمل ايكوليبريم لجوينت اتش او لجوينت اي اي واحده فيهم الاثنين ايه اسهل من بعض يعني. بس انا هنا عملت ايكوليبريم لجوينت اي. عن جوينت اي نقدر نعمل ايكوليبريم هنلاقي عندنا هنا 6 طن نازله لتحت هنلاقي عندنا 0 ممبر و0 ممبر هنلاقي عندنا 3.35 دول كانوا كومبريشن فهم داخلين على الجوينتس بتاعتي وعندنا اف اي اتش اللي انا ما اعرفهاش. هنقول سمشن اف اوف واي بيساوي 0 هي دي الايكويشن هتوصلني اللي انا عاوزه. سمشن اف واي بيساوي 0 يعني 3.35 في ساين ثيتا مضروبه في 2 دي الفورسز دول لما اطلعهم لفوق في اتجاه واي ماينس الاف اي اتش اللي انا ما اعرفهاش ماينس ال 6 ايكوال 0. وانا عارف ان ساين ثيتا بفكرك بس ان هي كانت 0.447 تبدا تعوض لو انت ارقامك مظبوطه وما قربتش اي حاجه قبل كده هيطلع الاف اي اتش بيساوي نيجاتيف 3 اكزاكتلي نيجاتيف 3 طن كومبريشن فورس. يبقى بما انه نيجاتيف 3 فهو كومبريشن يبقى انا عرفت ان الممبر اللي في النص ده عليه كومبريشن فورس 3 طن.
من هنا توصل للحل النهائي بتاعك لهذا التراس. انت كده حليت كي تراس، سواء بقى الكي تراس ده كبر شويه، ما بقاش سامبل، بقى دورين، بقى ثلاثه، بقى كذا باي بالعرض كده، بدل ما هم اتنين بقى اربعه خمسه سته، مش تفرق معاك اي حاجه خالص. انت هنا عرفت الشيء المميز في الكي تراس، وهو ان الجوينت اللي في النص دي، او الجوينت اللي مرتب التو دياجونال ممبر، يبقى عندها وضع مميز شويه، ان دايما بتحل ايه، تو ايكويشنز تو انونز. وشفنا الشكل البسيط ده، دي كل الانترنال فورسز اللي موجوده في الممبرز، ودي كل الرياكشنز. يبقى احنا كده عملنا كومبليت اناليسيس لهذا التراس. اتمنى يبقى الموضوع اوضح شويه مما سبق يعني، ويا ريت لو في حد عنده مشكله يبقى يقول يعني، مفيش اي ازمه. شكرا.